نختم الجولة من التيار ومنها نقرأ حميتي: لا حل للأزمة السياسية إلا بالحوار. قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو حميتي إنه لا مخرج من الأزمة الراهنة في البلاد إلا عبر الحوار، بوصفه الطريق الأمثل لحل الأزمة السياسية. وجدد حميتي دعوته التي أطلقها في بداية الثورة بأهمية مشاركة الشباب والمرأة في الفترة الانتقالية. جاء ذلك خلال لقاء دقلو أمس الاثنين مبعوث المملكة مملكة النرويج الخاص إلى السودان وجنوب السودان أندريا إستنيانسن، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات المتطورة بين السودان والنرويج وسبل ترقيتها بما يخدم المصالح المشتركة إلى جانب التطورات السياسية التي يشهدها السودان. لا حل للأزمة السياسية إلا بالحوار، بماذا تعلق أستاذ الرحمن؟ في كل مرة يقولون ذلك أنه لا حل للأزمة إلا بالحوار، لكننا على الأرض لا نجد حوارا، أي حديثا بالآلة والآلة الفتاكة والقاتلة والمميتة. عذراً، من الذي أدخل البلاد في نفق الأزمة السياسية الحالية؟ الذي اتخذ الإجراءات الاستثنائية. وما هو المطلوب يعني باعتقادك لإعادة تهيئة الأجواء لعملية سياسية يعني تنتهي أو تنهي الأزمة الحالية في البلاد؟ إبطال الإجراءات الاستثنائية. هذا يعني أنا طبعاً لا أريد أن أسأل لماذا هذه الإجابات القصيرة يعني. لا، هناك شيء تريد أن تضيفه؟ بالتأكيد الآن لأجل أن نعود من جديد إلى العملية السياسية الطبيعية، ولأجل أن نعود إلى مسار التحول الديمقراطي، ولأجل أن نعود إلى المدنية من جديد، علينا أن نبطل كل القرارات التي ترتبت على إجراءات 25 من أكتوبر، والتي أبطلت مواد أساسية في الوثيقة الدستورية، والتي محت كذلك مجلس السيادة ومحته من الوجود، وكذلك محت مجلس الوزراء، وكذلك الولاة، وكذلك ألقت أي دور للحرية والتغيير. كل هذا يعني انقلابا على المسرح السياسي بالكامل. ومن ثم لابد إلى العودة إلى المنصة من جديد والنظر في الذي يمكن فعله لأجل استعادة العملية الديمقراطية والمدنية. من الواضح تماما أن انقلابا هائلا قد وقع على المسرح السياسي. طيب، هذا التصريح ألا يشير على يعني إبداء بشكل إيجابي للجلوس للحوار؟ يعني دائما ما أنت تعلم أن الإعلام يستخدم لتكريس الواقع وصناعة صور ذهنية وما إلى ذلك، يعني يخرج تصريح بأنه يريد حوار ربما قياس ردود أفعال الفاعلين السياسيين. هل أنا يعني صحيح؟ حديثك صحيح، ونحن أي حديث يتحدث عن إعلاء قيمة الحوار والتراجع عن العنف ووقفه تماما والسماع لصوت الشباب ولصوت الشارع، كل هذا ينبغي أن ننصت له، لكن دائما نقول أن القول ينبغي أن نتبعه فعل.